الاساس ديال هذه اللجنه هذه هي انها تجمع المجازين والمجازات المتضررين اليوم من القرارات ديال الوزاره، وحيت اليوم هاد تضيف بمعنى هذا التعاقد الهش اصلا اليوم تتزيد الوزاره تتكرس الهشاشه وسط 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 المجازين ووسط المجازات. اليوم هاد القرارات اللي نزلت ديال السن، القرار ديال الانتقاء والقرار الاخر ديال فصل التكوين، يعني تضيف بمعنى ان اليوم الاستاذ ما غاديش يولي بالحق، يعني هو موظف مع هو اطار ديال الاكاديميه، تيدوز سنه ونصف عادي يدوز الامتحان ديال التاهيل المهني. اذا اليوم حنايا تنحتجوا على هاد القرارات هادو اللي كاينين، ولكن ماشي غير هاد القرارات هادو، ولكن تنحتجوا على عدد المناصب اليوم الهزيله اللي خرجتها الوزاره، وحنا تنعرفوا كاملين واحد الخصاص اللي كاين اليوم في الهيئه ديال التدريس في المدارس العموميه، وتنعرفوا كاملين واحد العدد كبير ديال المجازين والمجازات اللي تتخرج لنا المدرسه العموميه. وكذلك بغينا نقولوا كمجازين وكمجازات ان لنا الحق في هذه البلاد هذه في وظيفه، لنا الحق اننا نعيشوا كرماء، ماشي تنطلبوا انهم يلوحوا علينا الفتات ديالهم بعدد مناصب هزيله وعدد كبير اللي تيتنافس على عدد قليل ديال المناصب. وغادي نستمروا في النضالات ديالنا، والنضال ديالنا ماشي باش اننا نسقطوا هذه القرارات هذو ديال السن والقرار ديال الانتقاء، ولكن النضال ديالنا كتنسيقيه محليه المجازين والمجازات هو من اجل اننا نسقطوا هذا المخطط ديال هذا التعاقد المشؤوم، وكذلك باش اننا نوفروا وظيفه عموميه لكافه المجازين والمجازات. وتحيه لكافه المنابر الاعلاميه، وتحيه لكافه ولاد وبنات الشعب اليوم اللي تيناضلوا من اجل وظيفه عموميه.